قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لم تتجاوز حدودها وهدفها دائما حماية الأرض. وأكد الرئيس السيسي في كلمة له خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، أكد أن للقوات المسلحة دورا أصيلا ورئيسيا وهو حماية الحدود وأمنها القومي. ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها أن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي ان انا اقول ان ده معناه ان الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وامنها القومي دون تجاوز. وهنا عايز اقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا للعسكريين والمدنيين، مهم قوي مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة.